d'équipes classées. الآن ما يهم الجمهور المغربي الفتح الرباطي في أي مجموعة سيتواجد؟ الفتح الرباطي ممثلا لكرة القدم الوطنية في كأس الاتحاد الافريقي، الفتح الرباطي في المجموعة الأولى إلى جانب النادي الافريقي ريفرس يونايتد ونادي كامبالا الأوغندي، ممثل نيجيريا وممثل أوغندا في هذه المجموعة. هنا الدور برنامج الدور الربع النهائي وبرنامج الدور النصف النهائي في انتظار المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية في مصلحة الفتح الرباطي الذي نتمنى له كل التوفيق. الجولة الأولى الفتح ضد نادي كامبالا من أوغندا. كما نتابع الفتح إلى جانب النادي الإفريقي ريفرس يونايتد وكامبالا هي مجموعة الفتح الرباطي ممثل كرة القدم الوطنية الذي نتمنى له كل التوفيق.